ندخل بقى للأسد. الأسد شهره جميل مرحبا. بعد المعاناة. يعني أنا عايزة أقول، لو تفتكري بقالي حلقتين قاعدة أقول الأسد الأسد إصلاح والدلو، المحارب، إصلاح الأسد والدلو، الأسد والدلو والعقرب. يعني أنا لدرجة إن أسد دلو عقرب حافظه بقالي شهر، كل أسبوع أجي أقول أسد دلو عقرب. أنا نبتدي بقى خلاص، الشمس دخلت للجوزاء، البيت ال11 للأسد. يعني أنهي بيت؟ يعني بيت المساعدة، يعني بيت التجمع، في حاجة جماعية الأسد كان مفتقدها، جروب. أنت هتدخل جوه جروب يا أسد، أنت كنت مضغوط مضغوط مضغوط، هتشم نفسك، هيجي بقى هتشحن اللي طاقتك بيذاكر من بره، أول اللي وجديد. كان مسافر بره بالظبط، بنتي بطاريتك هتتشحن من أول وجديد يا أسد، بمحاوطة ناس صح. مش لوحدك. فهو بيت التجمعات، بيت المشروعات الجماعيه، بيت شحن الطاقه من اول وجديد، بيت الاستفاده بس عن طريق جماعه مش لوحدك. يعني الشغل المنفرد ملوش مكان ولو هنا. الانبساط الانبساط من خلال عائله، جماعه، تجمع، فانت اصحاب. ده في حد ذاته للاسد اللي كان مضغوط ووحداني مضغوط، دي حياه، وموحود والكلام ده كله، لما دي حياه. تتحول لمشهد فلكي فيعتبر الاسد من اكثر المحظوظين. وعايزه اقول بس حاجه للاسد، احنا لسه بنقول ان المريخ دخل برجك، هيديلك المريخ ده هيديلك حاجتين. المريخ بيدي طاقه وصحه ومعافاه، وعندك قدره انك تهدي الدنيا وتطلع وتسافر وتروح وتيجي وتعمل. الا ان المريخ بدخوله اي برج بيجيب خلافات، فخلي بالك يا اسد ان هو مش خلافات، انت هيبقى شويه خلقك ضيق، بيعمل اندفاعيه شويه في رد الفعل، وطول الوقت فلازم تكون ردود فعله مدروسه. منا خلقها ضيق ياخد قوي. بالك، مريخ هيخليك تدي ردود فعل غير مدروسه، فلازم الحذر شويه يا اسد، بس تعتبر من الابراج يبقى القويه. انفراج في الاسد ولكن هناك بعض الحذر. بالظبط. طيب ندخل بقى على العذراء. العذراء خش الشمس عليا خش. دخلالك. طيب العذراء الشمس دخلالك في الجوزاء، في حاجه ايجابيه وفي حاجه سلبيه. الحاجه الايجابيه اولا، انت العذراء والجوزاء الاثنين كوكبهم الحاكم واحد، عطارد ميركوري، الاثنين حاكمكم، فطبعا بيجمع ما بينكم، فبيدي لك حظوظ حلوه. ان يدي لك ايه بقى؟ علاوه ممكن تيجي لمواليد العذراء، منصب، شغل جديد للي ما بيشتغلوش او قاعدين في البيت، او ترقي في شغلهم، او حد هيشيد يعني اطراء واشاده ومدح فيك وفي انا ادائك. بعمل معارض، المعرض ينجح ممكن جدا. فده البيت العاشر هو بتاع كده. بس احنا البيت العاشر ده ايه؟ الاضواء، هو بيت الاضواء. بيت العاشر في الدايره الفلكيه هو تسليط الاضواء على صاحب البرج. طب انت بتسلط عليكي الاضواء هتبين محاسنك بس؟ لا، وسيئات بس بقى. فعرفي انا الاضواء متسلط عليا، يعني اسراري هتطلع بره، رغي في حاجه في سيرتي، which is يعني دي بقى الحته الوحشه في البيت العاشر. يعني انا بعتبر البيت العاشر يعني تمشي مزاياه في مقابل ان عيوبه، تاخد المزايا مش العيوب. لسه كنت هقول، بس لازم نحط عيننا على العيوب، ان هو ايه بقى؟ انت خدتي الشهره. لا، انا اللي بيتكلم عليا، انا عندي مشكله، انا الكونسبت ان في حد يتكلم عليا حتى بالوحش دي شهره. انا حقاقي يعني. طب انا هنور لك حته ثانيه، ان الاضواء المسلطه عليكي دي هتجيب لك العين والحسد. موجودين يا اختي. خلاص، بتجيب جدا جدا في اكتر الابراج اللي بتبقى معرضه، اللي هو الشمس موجوده لهم في البيت العاشر. تاني حاجه وحش، ان انت تسليط الاضواء على اخطائك، ان كل حد هيدخل يتصيد لك خطا. تعالى يا مولود العذراء كده، انت بتعمل وبتقول زي ما وسيرتك من الناس. والكلام بقى في سيرتك، في كل اخبارك هتلاقيها في البيت العاشر. فلازم نعدي الشهر ده ما نقولش اسرارنا لحد، ما طلعش مواضيعنا بره، علشان انت هتبقي طبعا على نفسي خالص. لا، ده كل العذراء. ايوه، بنتكلم على العذراء، هيبقى لبانة في اي حاجه يعني، هتنتشر يعني زي النار في الهشيم. بالظبط، عشان نخرج من المشكله دي نقفل على نفسنا بالضبه والمفتاح، ما تحكيش حاجه الشهر ده، عايش في دول عبيطه، وعيوبك بقى هتظهر. في حين زي ما قلنا سلاح ذو حدين، ناخد الميزات. يعني حاولي توظفي الاضاءه اللي جايه عليكي دي لصالحك. الذكي من مولود العذراء، والعذراء اذكياء طبعا عشان ميركوري، الذكي اللي هيوظف الاضواء اللي عليه لصالحه، ويتجنب مخالفة التعليمات، وما يدخلش في مواضيع تخلي الأضواء اللي عليه ضده. ده الذكاء اللي احنا بنقوله. طب خلينا في